بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد relation between any reducible representation of a group and the irreducible representation of that group. يعني ايه؟ يعني في عندنا قانون بيقول لنا ان A بتساوي 1 على H sigma R X of R times X I of R. يعني ايه الكلام ده؟ الـ A او نقدر نسميها AI هي number of times the I's irreducible representation appears in the reducible representation. يعني هي عدد المرات اللي هيظهر بيها الـ irreducible representation اللي احنا بنشتغل عليه داخل the reducible representation. طبعا كلمة irreducible يعني لا يمكن تفكيكه او لا يمكن تبسيطه، لكن reducible يعني يمكن تبسيطه، يعني مكون من أشياء فيمكن تبسيطه. تمام؟ X of R طبعا هي الكاركتر بتاعت the reducible representation، و XI of R يعني الكاركتر بتاعت the irreducible representation. هناخد table عشان نطبق عليه فيبقى الكلام أوضح. هناخد table بتاع C3V، table بسيط. طبعا كان عندنا symmetry elements أو الكلاسز بتاعتنا الـ E واثنين من الـ C3 وثلاثة من السيجما في. طبعا طالما عندنا ثلاثة classes يبقى اكيد كان عندنا ثلاثة irreducible representations، جاما 1 جاما 2 جاما 3. تمام؟ فلما كنا عملنا التيبل كان الكاركتر 1 1 1 وبعدين 1 1 وسالب 1. تمام؟ وبعدين 2 وسالب 1 وزيرو. تمام؟ فإذا كان عطاك معطى أن the reducible representation جاما بيساوي 5 2 سالب 1. تمام؟ هنبتدي نعوض في القانون، فيبقى الـ A بتاعت reducible representation 1 يبقى A1 هتساوي 1 على الأوردر. طبعا الـ C3V الأوردر 2N يعني 2 في 3 يبقى 6 يبقى 1 على 6. بعدين نمسك أول رو اللي احنا واقفين عنده اللي هو بتاع الجاما 1. تمام؟ هنبتدي نضرب الكاركتر بتاع الرو اللي احنا واقفين عنده، الكاركتر بتاع الريديوسيبل ريبريزنتيشن نمبر 1 اللي احنا واقفين عنده، في الكاركتر بتاع ذا ريديوسيبل ريبريزنتيشن. تمام؟ في المعامل بتاع السيمتري اليمنتس، دايما ما ننساش الضرب في المعامل. تمام؟ هنضرب 1 في 1 في 5. تمام؟ بلس، طبعا كل ده جوه القوس لان احنا عندنا سيجما فمجموع. تمام؟ بلس اللي بعده يبقى 1 في 2 في 2. تمام؟ بلس 1 في 3 في سالب 1. لما نعمل العملية الحسابية دي هيطلع لنا ان ده equals 1. نعمل نفس الكلام بالنسبة لـ A2 عند الجاما 2. تمام؟ نعمل العملية الحسابية يطلع لنا بيساوي 2. نمسك الجاما التالتة نشوف الـ A التالتة بتاعتها في القوس وهيطلع لنا الكلام ده بيساوي 1. تمام؟ يبقى دلوقتي عندنا كل الـ reducible representation جبنا له الـ A الخاصة بيه. نبتدي بقى نشوف ايه معنى الأرقام اللي طالعة دي. معناها ان الواحد ده اللي طالعة بالنسبة لـ A1 معناها الـ A1 بتشارك او الجاما 1 بتشارك مرة واحدة داخل الجاما. تمام؟ 2 معناها ان الجاما 2 بتشارك مرتين. 1 معناها ان الجاما 3 بتشارك مرة واحدة. يبقى اذا الجاما بتاعتنا the reducible representation مكون من ايه؟ مكون من جاما 1 مضروبة في 1 يبقى 1 من الجاما 1 plus 2 من الجاما 2 plus 1 من الجاما 3. طيب احنا كنا قلنا ان التيبل بتاعنا بيتقسم لكذا اريا، هنيجي بقى للاريا دي اللي فيها جامات. عايزين نعرف ازاي نبدل الجامات دي ونخليها للاي بي وهكذا. اول حاجة لازم تعرفوها في المولكن سيمبلز ان احنا عندنا رمز زي الاي والبي والاي والتي. لو كان الريبريزنتيشن بتاعنا كله 1 دايمنشنال، الدايمنشن بتاعنا اللي في التيبل كله 1، فهياخد يا اما الاي يا اما البي، دي فور 1 dimensional. تمام؟ لو كان الريبريزنتيشن بتاعنا الدايمنشن بتاعه 2
يبقى ياخد الرمز E، يبقى E for 2 dimensional. تمام، ال T لل 3 dimensional. هنختار A لما نروح في التيبل بتاعنا ونبص على ال CN بتاعتنا. لو كانت ال CN positive 1 يعني symmetric، يبقى نكتب A، يبقى نستبدل الجامعة بتاعتنا ونكتب A. طب لو كانت ال CN بتاعتنا ب minus 1 يبقى هنكتب B. تمام، هنلاقي احيانا ان ال A بتبقى عندنا في الجدول عندها subscript تحت A1 او A2 او B1 او B2. على اي اساس هنختار؟ هنبص عندنا في التيبل، لو لقينا عندنا C2 perpendicular على ال CN بتاعنا و ال C2 ده هي الكاركتر بتاعها كانت positive 1، يبقى على طول نحط subscript لل A بتاعتنا 1. طب لو كانت ال C2 minus 1 تمام، يبقى هنحط لها A2. طيب لو كان عندنا في التيبل بتاعنا I كانت positive 1 symmetric، يبقى عندنا هندي ال A بتاعتنا مثلا لو هي A1 فنديها رمز A1G لو كانت ال I positive 1. طب لو كانت ال I minus 1 يبقى ال A1 بتاعتنا هتبقى A1U. ونفس الكلام بالنسبة لل B1 وال B2. لو عندنا سيجما H نفس الكلام، لو هي واخدة positive 1 في التيبل بتاعنا تمام، يبقى هنحط لل A بتاعتنا واحنا مثلا عندنا A1 G نحط لها داش من فوق خلاص. طب لو السيجما H minus 1 واحنا في A1G يبقى نديها دبل داش. ناخد مثال، فهناخد بعض الصفوف من التيبل عشان تشوفوها. هنا لو بصينا على الصف الاولاني هنبص على البروبر اكسس اوف روتيشن، السي ان بتاعتنا هي سي 3 واخده 1، يبقى اذا الجامعه بتاعتنا هنشيلها من هنا ونحط بدلها A. تمام، بعد ما حطينا ال A هل عندنا سي 2 بيربنديكولار؟ اه عندنا. تمام، واخده 1 ولا سالب 1؟ 1، يبقى A1. هل عندنا I؟ عندنا، واخده 1 ولا سالب 1؟ واخده 1، يبقى نحط كمان G. ده تطبيق الكلام اللي احنا لسه قايلينه. تمام، نبص على الصف اللي بعده. تمام، يبقى ده شلنا الجامعة بتاعته اصبحت A1G، اللي بعدها A2G، الصف ده هو A1U. C4B character table هناخد مثال عنه، هو زينون ومعاه 4 من الفلور وكمان اكسجين. اول حاجة دي C4B point group، يبقى ال H بتاعتنا هتساوي 2N يعني هتساوي 8. طبعا لان المركب رابط هنا الزوايا ما بينها 90 درجة تمام، والرابطة الاكسجين مع الزينون عمودية على البلين ده، فانت تقدر تاخد ال X axis وال Y، ادي ال X وادي ال Y وادي ال Z في نفس الاماكن اللي فيها البونز. تمام تمام، فالاول هنكتب الكلاس. تمام، طالما عندنا 5 كلاسز يبقى اكيد عندنا 5 irreducible representations. هنبتدي نعمل الماتريكس بتاعتنا ال E، ادي الماتريكس بتاعتها. بالنسبة لل C4 هنطبق على طول في الساين والكوزاين، يبقى 0 minus 1 minus 1 و 0 و 1. تمام، بالنسبة لل C2 تبقى minus 1 و 0 و 0 minus 1 و 1. تمام، مثلا سيجما في X Z في ال X Z بلين، هتلاقي الماتريكس بتاعتها ال X وال Z ثابتين وال Y هتعكس اتجاهها تاخد سالب 1. تمام، فلو خدت سيجما في في الاتجاه التاني، طبعا السيجما في هنا في ال X Z او سيجما في في ال Y Z، لان في تاني سيجما دي موجودة bisecting between، في سيجما دي هنا وسيجما دي هنا. تمام، فاحنا قلنا لما يكون السيمتري elements منتمية to the same class يبقى اي ماتريكس تعبر عن واحدة فيهم تعبر عن التانية، فمفيش داي نعمل سيجما دي سيجما في بتاعت ال Y. نيجي للسيجما دي، السيجما دي لو خدناها في الاتجاه ده حطينا بلين، ف
فاللي هيحصل ان الواي هيحصل لها ريفليكشن وهتيجي مكان الاكس، تمام، والاكس هتيجي مكان الواي، تمام. فبوزيتيف اكس هتيجي مكان بوزيتيف واي، يعني الاكس ما حصل لهاش ريفليكشن في عكس الاتجاه، ما راحتش عند الاتجاه بتاع ماينس اكس، ما خدتش ماينس 1، الاكس ما زالت واخده 1 بس هتاخد، هتروح عند البوزيشن بتاع واي. اذا الاكس بتاعتنا اصبحت هنا في مكان الواي، تمام، والواي هتيجي مكان الاكس لما يكون في بلين هنا بيعمل ريفليكشن، فالواي هتيجي مكان الاكس، بوزيتيف واي هتيجي مكان البوزيتيف اكس، فالواي اللي كنا بنكتبها هنا هتيجي مكان الاكس، هتيجي هنا وبالموجب، تمام. والزد بتاعتنا هتكون ثابته، البلين هيكون الزد انكلودد، فهتبقى ثابته بواحد هي كمان، يبقى ادي هنا صفر وصفر، هنا صفر وصفر، وهنا صفر وصفر. وضحت؟ دي سيجما دي. تقدروا طبعا تعملوا السيجما دي في الاتجاه ده، هتلاقوا ان الاكس هتيجي عند الماينس واي، لو حبيتوا نعملها كده بسرعه، فالاكس بتاعتنا هتيجي عند الماينس واي، هتحرك من هنا وهتيجي عند الواي وبالماينس، وبعدين هتيجي الواي عند الماينس اكس، لان في بلين اصبح هنا هوت، فالواي هيحصل لها ريفليكشن في الاتجاه ده، فالواي هتيجي في الموقع ده، يعني على امتداد الاكس ماينس، يعني الواي هتبدل مكانها من هنا وتيجي مكان الاكس لكن كمان بالماينس، هتبقى ماينس 1. والزد ما زالت انكلودد في البلين بتاعنا فهتفضل بواحد، يبقى هنا اصفار، تمام. طبعا لو شفتوا هتلاقوا ان هنا الدياجونال مجموعه ب 1 وهنا كمان هيبقى 1، فاي سيجما دي طالما الاثنين بيلونج تو ذا سيم كلاس، فاي سيجما دي هتختارها هيطلع لك الكاركتر بتاع الماتريكس بتاعتك هو هو، فما فيش داي تعمله لكل element داخل the same class، يكفي واحد والباقي انت متأكد انه زي بعضه. نيجي بقى نبتدي نطلع الكاركتر بتاع الماتريكس بتاعتنا، ادي الاي. نيجي بقى نطلع الكاركتر بتاع الماتريكس بتاعتنا، هنلاحظ طبعا ان احنا نقدر، شايفين ان الزد بتاعتنا ثابتة كلها بموجب واحد، تمام، هناخد الزد، والصف اللي بيكون دايما موجب واحد هو الصف الاول في التيبلز، يبقى عندنا في الاريا اللي هتكون هنا نقدر نحط الزد ايضا في الصف الاولاني. نبتدي نشوف الماتريكس الصغيره اللي ابتدت تنتج لنا، تمام، الكاركتر هنا هيكون باتنين، الاكس والواي مع بعض، الكاركتر هنا بزيرو، الكاركتر هنا بسالب اتنين، الكاركتر هنا بزيرو، والكاركتر هنا بزيرو، تمام. هنكتب ده كمان طبعا، ده الاكس والواي مع بعض. المطلوب منكم دلوقتي انكم تحاولوا تملوا الروز اللي فاضله باستخدام الرولز، تمام، وباستخدام الروتيشنال موشنز. ادي المركب عندكم، هتعملوا روتيشن في اتجاه الاكس، وروتيشن في اتجاه الواي، وروتيشن في اتجاه الزد، ومنها تستنتجوا الكاركترز اللي هتحطوها وفين هتحطوا الار اكس والار واي والار زد، تمام. وبعد ما تحطوها هتعملوا الاريا الرابعه اللي هي حصل ضرب زي ما احنا عرفنا في المره اللي فاتت، تمام. هنتكلم عن السيمتري بروبرتيز اوف اتوميك اوربيتالز في الفيديو الجاي ان شاء الله.